سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. نحن اليوم في مقر زاوية مولاي هيبة، نعانوا من فقارتنا طاح طيحة تفوت الطاقة، تصلنا بالبلدية تعيننا تجينا معنا البلدية على حسب الطاقة نتاعها، ولكن نطلب من السلطات المعنية بالأمر تتدخل لنا في هذه القضية تفوقنا وتفوق البلدية. السلام عليكم. طيب بالنسبة للنخل هذو لأن نشوفوه من الألاف، لأن كانت نخل جنة مولاي هيبة زاوية مولاي هيبة كانت الأفضل على مستوى المنطقة، لكن أنا نشوف كل شيء مات بين عشية وضحاها. كل شيء مات، ما بقى الساقية ميتة والنخل مات وكل شيء، والمواجن يبسط وفي الزاوية هذه ما تمشي لا بدوك النخل، لا ما كان النخل ما كانش كاش. سي مولاي أحمد منين تسقوا هذا؟ واش من نسقوا من فقارة سيدي أحمد. سيدي أحمد واللي طاحت اللي هي طايحة مع من أول وهي تعاني طاحت وتوفى من أول. إيه بالعام واحد الطفل توفى فيها، خلات ثلاث دراري يتامى دروك راهم، وأنا نعانوا فيها من ذاك الحين إلى دروك، أنا نعانوا فيها وأنا نعانوا حبست دروك الطق ولا الشاشي ما هو. بصح الحواسي واش هي المشكله نتاعهم؟ بالطين بالطين يا الطين ولا الطين ولا بعض من الحسيه، لانني نشوفكم تخدموا جهه تطيح جهه ثانيه. ايوا دوك هذه الجهه اللي تطيح الماء حابس يريب لتحت طيح. ايوا ما كانش تسريح نتاع الطريق، الا عاد كان الطريق في ما يطيح دوك تحبس يطلع الماء فوق الماكسيمم نتاعو يلقى الطراف يطيح. وانا نعانوا وهذا كله ما يخدموا فيها، كيفاش وضعيتهم؟ هذوك اللي ما يخدموا فيها وضعيتهم انا شادين هذاك واحد جديد ما تخدم. انا ندير حسيان الطريق الثاني هذاك اللي طاحوا خليناه، وانا ندنا حسيان دونا معاك باش نولوا نسلكوها فيه. قلت يتهدوا 20 متر نهودوا الحاسي ونمشوا 17 18 متر نمشوا تحت الارض باش نهدوا بين البير والبير. الا ما تهدوا هكا ما تهود، كي تهود تنجح. قلت تهود شد نجح لنا الفكاره. هذه هي العمل، هذا هو الحل الوحيد. ايوا باغي لي حل ثاني. والبلديه مشي واش قالت لكم البلديه؟ البلديه راهي شافت 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 ورانا نعرف يعني هذه المساله تفوق طاقه البلدي. تفوق طاقه البلدي، سلطات الولايه والوالي يتدخل في اقرب 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 وقت يدخل لنا الوالي ويشوفنا ويزورنا ويشوف منطقه الروح من اجل انقاذنا، هذا الناس اللي انقذها يزمو يجي ويشوفنا الوالي ويشوف هذا النخيل ويشوف هذا الارض ويشوف هذا الزاويه. الجنه هذه اللي كنا فيها متوقف تاع حبس حبس بالنسبه للزاويه ونتعو يتامى ومساكين بسطاء بسطاء ياسر حصل ياسر بسطاء. ولو كان هذا النخيل يضرب على الجفاف من قله المياه، الزاويه هذه لا عندها شي مدخل الا دوك النخيل اللي عابر السبيل اللي يجي للزاويه، ما عند الزاويه اي حاجه من دون دوك النخيل. اذا كان يجفوا دوك النخيل وما يبقاوش الزاويه هذه راحت سقطت ما بقاتش ما تبقاش ما عندهاش مدخل اخر. والسلام عليكم.